السلام عليكم، لقاء جديد يجمعنا بكم مشاهدينا وفقرتكم نتقدم بثقة. ضمن أولويات رؤية عمان 2040 لاثنتي عشرة تأتي أولوية البيئة والموارد الطبيعية عبر توجه استراتيجي هو إيجاد نظم إيكولوجية فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعماً للاقتصاد الوطني. هذه الأولوية تضع عدداً من الأهداف والمؤشرات الآنية والمرحلية، وتسعى الرؤية إلى تحقيق هذه الأهداف والمؤشرات وفق مؤشرات زمنية محددة. وإذا ما تحدثنا على سبيل المثال عن التوجه الاستراتيجي المستهدف في مجال التحول في الطاقة لعام 2030، سنجد عدداً من الأهداف. من بين هذه الأهداف مشاهدينا: إيقاف حرق الغاز الروتيني، رفع نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة في الشبكة الرئيسية بمقدار 20%، تعزيز مؤشر الأداء البيئي لتكون سلطنة عمان من أفضل 40 دولة حول العالم، تباطؤ نمو انبعاثات الغازات الدفيئة وتقليلها بنسبة 7%، وتتنوع الجهود المبذولة في هذا المجال بين التشريعات والقوانين والمبادرات والمشاريع. في التشريعات والقوانين نذكر الاستراتيجية الوطنية للغاز الطبيعي، السياسة الوطنية للتحول في الطاقة، ومناطق الامتياز للطاقة المتجددة والهيدروجين. في مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة نذكر مشاريع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب سلطنة عمان، مشاريع الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشروع تحويل النفايات إلى طاقة، ومشروع تحويل الوقود الحيوي إلى طاقة. وإذا ما حاولنا أن نوجز أهم المشاريع والمبادرات في مجال الطاقة، سواء التي تم الانتهاء منها أو المشاريع قيد التنفيذ، بالنسبة للمشاريع التي تم الانتهاء منها، أبرزها مشروع ظفار لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ميجاواط في الساعة، مشروع أمين لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجاواط في الساعة، ومحطة عبري للطاقة الشمسية. أما أهم المشاريع قيد التنفيذ فهي مشروع محطتي منح للطاقة الشمسية ومبادرة تطبيق استراتيجية إدارة المناخ. بطبيعة الحال مشاهدينا، هناك العديد من المشاريع والمبادرات الأخرى، ولكن ذكرنا أهم هذه المشاريع. إذن تتواصل جهود التنمية والبناء على امتداد ربوع سلطنة عمان لتحقيق أولويات وأهداف رؤية عمان 2040. فقرة نتقدم بثقة انتهت. إلى اللقاء.